ايوه حاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عرف نفسك الاول للمشاهد. انا اسمي صالح محمد سعد، والد الشهيد اسلام صالح محمد. كنت قابلتك في مسبير وما قلتكش يوم الثلاث، مشيت امتى من يوم الثلاث قدام مسبير؟ انت ما قلتليش الساعه كام. انا الساعه 9 بالظبط، احنا كنا فاكرين الساعه 12 او 11 بالليل. لا احنا الساعه 9 بالظبط فاكرين الاعتصام، علينا الاعتصام على اساس لقينا في مشاكل وفي ناس بتتاجر حوالينا باسامينا. خدنا وعدينا وعلانا الاعتصام، وكلنا اقسم بالله الساعه 9 كنا في البيوت. طب امال ايه اللي حصل قدام مسرح البالونه، ولا انت سمعت ايه، ولا ايه الموضوع؟ والله احنا كان في 10 من اهالي الشهداء بيتكرموا في مسرح البالون. والعشرة دول والعشرة دول من عندنا، من معانا احنا، من جوانا يعني. الحريم هناك، الامهات هناك، وكان ابوه موجود، ابو الشهيد موجود، او اخوه موجودين معانا، ما سابوناش يعني. فسمعنا بقى حاجات، ناس جايه من مسبيرو. احنا فوجئنا اولا، احنا كنت زي ما حضرتك شفتني كده عند المنصه، انا ببقى مشغول زي ما انت شفتني كده. فجاه لقيت ان البوسترات، انت عارف البوسترات كانت بعيد خالص بتاعتنا، اتفكت وما عرفناش البوسترات دي راحت فين. فجاه لقينا، سمعنا ان في مشاكل عند البالون. طيب ايه يا جماعه؟ بيقول لك الناس راحت ضربت اهالي الشهداء هناك. طيب حضرتك، اهالي الشهداء بتوع يعني امهاتنا احنا، خلاص هم اللي هناك. فانا بقى اروح اضربهم؟ وانا اللي هروح ابوظ لهم الحفله بتاعتهم؟ لا. بتاعتهم بتاعتنا. لا. الناس راحه كرمنا وانا ابوظ لهم الحفله؟ لا طبعا. ف حدث ولا حرج بقى. قول فلول، قول المجالس المحليه اتفكت، قول الداخليه وبلطجه الداخليه، قول عايزين يمشونا عند مسبيرو. ونجحوا ومشينا، علينا علينا اعتصام، بس احنا جينا هنا تاني اهو ان شاء الله، ومش ماشيين من هنا. قاعدين هنا. ايوه. احنا علينا اعتصام في مسبيرو، وفضل الله النهارده اول يوم احنا قاعدين اهل الشهداء حواليك كده. وربنا ييسر، هنجيب خيمه وهنقعد ومش هنتنقل من هنا. المطالب يا حاج في اجازه كده. بص يا حاج، باختصار كل ما بنتكلم في حق الشهداء، حتى سياده الوزير، رئيس الوزراء، والمشير الطنطاوي الاب الاكبر لينا، كل ما بنتكلم في حق الشهداء يقول لك احنا عملنا صندوق، وده بيفهم الناس، هم بيفهموا الناس ان احنا عايزين فلوس. يا سياده المشير، يا استاذ شرف، انتوا على دماغنا من فوق، احنا مش عايزين فلوس ومش عايزين صناديق، التعويضات دي من حقنا، هناخدها بعدين. ما تكلموناش الا في دم، عايزين حق عيالنا، دم عيالنا. اللي قاتل ابني بيروح المحكمه الصبح، ها يبقى كلب الصبح بيتحاكم، وبالليل بيحكمني في اسم الهرم. شغال ضابط مباحث في اسم الهرم. اسمه ايه؟ اسمه محمد، ضابط محمد العدلي. وضباط الاقسام كلها ما حدش بيتحاكم فيهم وما حدش محبوس فيهم. سايبه عليا يعني، قتل ابني وسايبه عليا. ده انت وقف، ما وقفتوش عن العمل، وبعدين ما تحفظتش عليه، في حيث ان انا قتلت فرخه هتشنقوني وتشعلقوني وتموتوني. هي القانون علينا احنا بس، مش عليكم؟ لا معلش، احنا عايزين حق عيالنا. الضباط دول يتحفظ عليهم، ان كانوا هيقضوا رمضان بره احنا مش هنخليها، مش هنخلي مصر كويس. احنا تعبانين، انتوا بتزيدوا الاحتقان فينا، يعني بتستفزونا. لا ما حدش، احنا معلش اللي جوانا نار، واللي بيننا وبينكم دم. هتيجي حقنا، هيجيبوا حقنا من الداخليه، ونستنى نقول العدل والقانون. انا بقول اهو، انا مستني قانون القضائيه يديني حقي.